الأصل الثالث من أصولهم الكبار وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية مع بقاء الطاعة في غيرها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول شيخنا وإمام هذا الوقت الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عز وجل عن السلفيين: ويرون أن معصية الأمير المسلم معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. والحديث في الصحيحين. فالدعوة السلفية دعوة أمة ودعوة أمان. لن تعرف الأرض أماناً إلا بالدعوة السلفية.